قالوا لي في اللي استصبح الاول كادوا لي يا تولي نايب بين عشوة وضحوها. ايه نايم مش نايم. قلت اذا فيها الطمعة للموصل والحملة في الحين ضرك انا بداها. اتراه يا اخوي صلوات تتحقع طعام اللحم. زميلي سليم رانا متواجدين امام محطه قطار الانتخابات، كيما راك تشوف راهي خاويه على عروشها. فهمناش زميلي سليم، يعني المترشحين ما راهمش يعلقوا لنا في الصور تاعهم، ما نعرف البي جي ما عطاولهمش ولا الملصقات ما وجدوهمش، راهم كامل فرغانين كيما رانا نشوفوا قائمه وحيده وواحده. يعني الشعب الجزائري يبقى نهار الانتخابات يهجموا على اللافتات هذا ويعلقوا كلش. الليله الاخرى راهي فجر فلح جر فلح يتفس ما في الارض، راه ما يخليو حتى بلاصه. عليكم ورحمه الله وبركاته. اعرف بنفسي انا طبيبه جاب الله وحيده من منطقه بلديه بيضة برج اقصى ولايه جنوب الصيف. صنفت المنطقة بيضة برج من بين مناطق الظل، وهي لديها ثلاث مناطق ظل يعني مشهورة في التحجيجو الشوافع، وكاينه ثاني منطقة بقعبة. من دوافع يعني ترشحنا للبرلمان يعني هي سعينا الحثيث يعني ورغبتنا الكبيره في التغيير. ممكن هي كلمه صعبه في هذا الوقت التغيير، يعني لا نملك عصا موسى لكن نملك النيه الحسنه، يعني ان شاء الله ربي لو وفقنا، واذا ما وفقناش كانت المبادره يعني انه نحيو الرهبه للشباب انه يتقدم انه يشارك في التسيير الجيد للبلاد وتوزيع المتساوي والمتعادل وتجنب اللامركزيه. يعني نعيشوا كل في الجزائر يعني نعيشوا كل كيف بنفس الموارد بنفس كيما حنا نقولوا يعني المستوى كيما العاصمه نعيشوا كيما هنا نوزعها قد هذه هي. كيما رانا شفنا دوك الملصقات راكم ما علقتوش القائمه تاعكم اللي في القطار هذا اللي راه قطار الانتخابات. بالنسبه للملصقات حدث هناك تاخر، وتاخر لانه حدث تغيير رقم كان 14 19 ولا 42، هذا تم تحضير المطبعه ولانه كاين كيما حنا نقولوا كاين لا شارج عليها، ما قدرناش نوجدوا ملصقاتنا في الوقت، لكن اعتمدنا على المنصات الالكترونيه واللي كانت كيما حنا نقولوا ذات ايجابيه كبيره، يعني ساعدتنا المنصات الالكترونيه مليح. وان شاء الله وناطوندو ما بقاش بزاف ان شاء الله ويوصلوا الملصقات تحضروا شويه ومازالوا شويه ان شاء الله. هل عندكم امل يعني في النجاح؟ اسم قائمتنا الامل والوفاء، ما عندناش امل يعني ما نجيوش، يعني الامل كبير. في الحقيقه كاين نواب سبقوكم وما خلاو حتى بصمه هنا في ولايه سطيف، ما خلاو راحوا للعاصمه ليه وقعدوا ما داروا حتى بصمه هنايا عاد البعض. واش راحين تقدموا ان شاء الله للولايه هذه؟ لا ما نقدرش نحكم على نواب سبقوني بكل صراحه، لاني ما نقدرش نحكم عليهم، لاني اذا حكمت عليهم ممكن راح نحكم على نفسي. الله اعلم العواقب اللي صادفتهم، لكن احنا باذن الله تعالى ما نقدرش ثاني نقدم وعود، لانه الانسان كبرلماني هو العمل تاعو الحقيقي هو نقل الانشغال، هو نقل الانشغال، نقل الافكار. ممكن جدا انا تكون عندي فكره عن مثلا عن تطور ما ولا عن فكره ما، قادر يجي شاب من هي يتلاقاني ويمد لي فكره احسن تعود لماذا الله اعلم. يعني دوك يروحوا ينساوا لهي، ما على باليش كاينه لهي الخلفيه. انا زدت هنا، تربيت هنا، قريت هنا، خدمت هنا، سقسيني على هنا واش نقدر ندير هنا. ان شاء الله يا رب العالمين. بالتوفيق ان شاء الله. الى حصه اخرى ان شاء الله، نستودعكم وإلى اللقاء.